السلام عليكم. الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف اللون الاخضر للمباني بتاعتنا، سواء جوه المبنى في انتيريو ديزاين او في الواجهه الخارجيه بتاعت المبنى. في فاميلي كويسه جدا موجوده في ريف سيتي اسمها بلانت وول. لو دورت كتبت جرين وول هتلاقي برضو كذا فاميلي كويسين. انا هحملها دلوقتي، اقول له داونلود وتدوس على الفاميلي تفتح جوه الريفت بالشكل دوت. طيب هبدأ اقول له ان انا عايز اعمل مشروع جديد، احمل فيه الفاميلي ديت. اركتكتشر اوكي، اروح بقى للفاميلي ديت واقول له حملها في المشروع. تمام، هي موجودة كأنها جينيريك موديل. طيب هبدأ أرسم بقى حائط أهوت، وهبدأ أقول له حط اعمل لي كيرتن وول بالشكل دوت. طيب خلينا نخش كده في 3D تظهر معايا بالشكل دوت. لو أنت عايز تكبر أكتر ممكن تيجي هنا وتزود، وبرضه تيجي هنا وتدي نفس الرقم بالشكل دوت. ممكن تدخل على اليونت وتقول له هنا انا عايز اغير اليونت دي للمليمتر. طيب وبعد كده هقول له انا عايز كومبوننت، بليس كومبوننت، ونبدأ نختار الحاجة اللي احنا عايزينها، هنبدأ نحطها بالشكل دوت. الشكل دوت. طيب ممكن تدخل هنا على كيرتن وول، وهنيجي نشوف الكيرتن هنا مكتوب ان هو جلازيت، هقول له خليها امتي. لو حابب تمام، دي طريقة تمام. اللي ظهر ورانا ده الوول، هو ليس جزء من ال شوف بقى. لو جيت خفيت الوول مؤقتا هيظهر معاك بالشكل دوت. فانت تقدر تعمل سيلكت على الفاميلي اللي هي الجرين وتبدأ تحطها في الكرتن اهوت كوبي. وهكذا تبدأ تحط بقى في المشروع ككل. زي ما قلت لك، سواء بقى جوه المبنى او واجهة خارجية او كده، تقدر تعمل المشروع بتاعك كله يكون فيه مزرعات خضراء.